استمرار واستحقاق، حصد فريق الزمالك لقب بطولة السوبر الإفريقي للمرة الخامسة في تاريخه بعد الفوز على النادي الأهلي باستاد المملكة أرينا بالرياض بالمملكة العربية السعودية بعد انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق. وتقدم الأهلي بالدقيقة 44 عن طريق وسام أبو علي، وتعادل الزمالك بالدقيقة 77 عن طريق ناصر منسي ليحسم الفارس الأبيض اللقب بعد اللجوء لركلات الترجيح وتسجيل عبد الله السعيد والمثلوثي وناصر منسي وحسام عبد المجيد ليحقق الزمالك اللقب الإفريقي بعد النجاح في التفوق الملحوظ طوال أحداث المباراة من البداية وعدم الاستسلام لتقدم الأهلي بهدف خلال أحداث الشوط الأول من ركلة جزاء، ورغم حسم الزمالك اللقب بركلات الترجيح التي يكون عنوانها هو التوفيق، لكن الزمالك كان الأفضل في اللقاء واستحق الفوز عن جدارة والرد على كافة المشككين في الفريق بعدما شهدت الأيام الأخيرة قبل السوبر تصريحات بخصوص عدم التكافؤ بين الفريقين، مما كان حافزاً كبيراً لدى لاعبي الأبيض للرد على المشككين في قدراتهم. ونجح الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزي جوميز واللاعبين الكبار داخل القلعة البيضاء على رأسهم شيكابالا وزيزو وعبد الله السعيد وعمر جابر في عقد جلسات مع اللاعبين وتحفيزهم للفوز والرد في الملعب.